لسه معاكم كمان حلقتنا من باب الغنى 2022 من عطاران سماحة، ومنورنا النجمة هيثم نبيل. عندنا حلقة حلوة قوي يا جماعة بجد، عندنا شوية أسرار مليانة وأخبار. مليانة حلقة دسمة، ده حقيقي. هو مساعدنا بصراحة ما شاء الله، عنده ماتيريال ده جاي يقر عليك النهاردة. نكمل لسه في الغنى، يلا بينا زي ما احنا في الغنى. هنتكلم عن الالبوم، مرحلة الالبوم الاولاني. الالبوم الاولاني خلصنا خلاص من موضوع الشركة وقت الالبوم. مظبوط. ازاي بقى بعديها مضيت مع كانت برضو كانت صدفة حلوة، يعني الحمد لله انا كان عندي صدف، كان صدفة حلوة كده في حياتي. محظوظ ما شاء الله. لا ما هو مش للاخر محظوظ. بص يا ستي، هو انا كنت في الفترة اللي انا عايز افسخ فيها العقد دي، اول ما فسخت العقد مع شركة ليبو، كانت مين معايا في الشركة؟ شازا. ومامة شازا الله يرحمها، الله يرحمها برضو، صاحبة فضل عليا، ليها بقى لقطة فيها سبب في تحويلة. يعني انا لما فسخت العقد هي كانت دايما متابعة معايا، عشان انا وشازا كنا اصحاب جدا بقى في الشركة، وكنا احنا تقريبا احنا الاثنين المصريين الوحيدين، كانت بقيت الشركة ليبيين، مطربين ليبيين، وكانوا معروفين في ليبيا جدا يعني. لما فسخت العقد معاها كلمتها وقلت لها فسخت العقد، بالصدفة كانت هي قابلت طارق العريان بالليل في نفس اليوم بالصدفة، وقال لها الليبو دي عندها ولد اسمه هيثم، والاغاني بتاعته يعني كنت منزل بقى فرق، كنت الاغاني بتاعته جميله وبتاع، لا يا فراق هي اللي كانت نازله. قال لها بس هما محتاجين يعملوا بقى بوش حلو ويتصور له ويعملوا، قالت له ده فسخ العقد النهارده. فجت كده بقى دي شازا ولا مامتها؟ مامتها، مامت شازا. اوكي. فسبحان الله الصدفه دي، كنت انا بعديها بالظبط بيومين فهي كلمتني، قالت انا كنت قاعده مع طارق العريان وقلت له ان انت فسخت، فقال ان هو عايز يقعد معاك، وكلمني مدير اعمال طارق العريان ساعتها وقال لي عايزين نقابلك، احنا في لبنان وراجعين عايزين نشوفك. فكلمني فعلا، قال لي احنا اهو في المطار وتعالى لنا على البيت. فانا شكيت كده اللحظه، طارق العريان بقى ساعتها كان في عز بقى، ما لسه عامل واما بقى تحلف لي صدق وحسام حبيب، وكان في نشاط بقى ايه طبعا مرعب. فقالوا لي تعالى حاجه تبسط قوي يعني. قالوا لي، فقالوا لي احنا في المطار، فانا كلمه احنا في المطار دي خلتني اشك ان الموضوع مش حقيقي، مقلب هو يعني انتوا مستعجلين قوي يعني، لو جايين في المطار يعني ده عيل صغير بيغني يعني، طارق العريان جاي في المطار. فرحت دخلت البيت، كنا في بيته ساعتها كمان مش في مكتب، فروحنا البيت فلقيت شنط السفر فعلا محطوطه قدام الباب، فانا حاسس بحاجه غلط يعني، المهم كده يا جماعه ولا ايه؟ طبعا هيطلع كاميرا كافيه. فضلت قاعد نص ساعه الا ربع في البيت، مفيش طارق العريان، في بس وسيم، وكان عمر العريان ابن طارق وكان صغير جدا. وقاعد بقى ايه مخطوب، وسيم يقول لي احنا بنحب اغنيه كذا غنيها لنا. والله العظيم مخطوب، وانا ما اعرفش وسيم وما شفتش عمر. فانا قاعد فجاه بغني لطفل صغير، تمام، اغنيه ورا الثانيه، قلت انا مفيش اشتغاله الموضوع ده، فيه مفيش طارق العريان بس دي مامت شازا هي كمان ده عملت مأكد لي. فين بعديها بساعه الا ربع قام خارج لي طارق العريان واحمد العريان جايين بقى من الممر كده، انا ما كنتش شفت طارق العريان غير في حلقه مثلا تيتو في البيت بيتك، فانا الاثنين خارجين شبه بعض مش عارف مين فيهم طارق العريان، وبدات بقى ايه ده بجد يا جماعه ده. فدخلوا قعدوا معايا، غنيت كان كلامي، قالوا احنا هنمضي معاك ودي الاغنيه اللي هنبدا بيها. حلو. برضو كان كلامي انا كنت عاملها قبلها مع واحد صاحبي من الجامعه كان مؤلف اسمه بهاء جلال، حلوه نفحات الجامعه دي. سبحان الله. وفعلا دي بقى كانت اول اغنيه لحني تنزل، يعني يا فراق وكلمه وداع لحن شريف توفيق وكلام جلال اسماعيل. كان كلامي كانت اول اغنيه لحني تنزل وصورناها سنجل، وبعد كده اشتغلت بقى على الالبوم معاه، خدنا وقت شويه، وبعد كده هنا بقى ايه بقى نشوف بقى بدنا نشوف هيثم بقى، شفنا بقى بجد بقى هذا زين اسمع طلع صوت وصوره يا جماعه ولا ايه؟ ايوه ده انا كنت مرعوب. ليه بقى؟ طارق العريان كان طول الوقت معانا في الاستوديو، فانا بدات ايه انسى ان ده طارق العريان المخرج الكبير بتاع الامبراطور وتيتو ومش عارف ايه، وقف قدام احمد زكي طبعا، فهو معانا في الاستوديو في حتتنا احنا. وحبوب جدا وبتاع، فخلاص امتى بقى يعني امتى بقى جات لي الفوق ان ده طارق العريان في اللوكيشن احنا بنصور؟ كان كلامي بقى الكرو نازل بقى وبروديوسرز وطارق العريان، قلت يا نهار اسود الكاميرا دي وقف قدام احمد زكي. طبعا. فانا قلت ده انا لو ادائي وحش الناس دي كلها هتبقى مش طايقاني، فاهمه ايه اللي الوسواس جه فين؟ ايوه. بس هو الحقيقه فكني جدا، وكان تصوير جميل، يعني بحب التصوير. كان كلامي حكينا كده في اللوكيشن عامل ازاي؟ لا طارق في اللوكيشن مش بيخرج، يعني طارق مش مخرج، لا بيزعق ولا بيعمل، طارق قاعد هادي جدا سايلنت خالص كده يشوف. وبعد كده لو حسك مثلا انا كنت في اول مثلا ربع ساعه اول تيك يعني مبين ان انا ايه مقلق سنه كده، فقام جابني فرجني قال لي بص اتفرج على نفسك، عجبك كده اتبسط بقى، قال لي الدنيا طالعه جميله،
عايزك بقى تفك وتعيش. ففعلا هو فكني جدا وكمان كان حاضر في اللوكيشن اصاله كانت بدايه جوازهم. فانا بصور وطارق العريان قاعد على المونيتور وجنبي اصاله في حدث مرعب. في ايه يا جماعه؟ حدث لوحده يخوف اصلا بعيدا عن. فانا طبعا انا كنت الشركه قبلها بعاني ومش عارف افسخ عقد. ففجاه قاعد معايا طارق العريان بيصور لك واصاله قاعده جنبه في خضة. والله يا جماعه ده انتوا انقذتوا حياتي بقى. بس الحمد لله نزلت برضه ونجحت.